في ذكريات صور دلوقتي. بصي النهارده يوم الذكريات، انت كانت قارفة الصورة دي يعني مهنة. وعندنا نفس الصورة دي وانا كبيرة، بس معرفش عندهم، بس يعني ده يا حبيبي حياتي. الله الله يرحمه يرحمه يا الله رب. يرحمه. ده بجد بجد ابويا التاني، ده حقيقي مفيش احلى منه في الدنيا حبيبي والله. الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. انت كنت قد ايه هنا؟ لا ده كان السنة اللي توفى فيها، كان بالظبط حبيبي شهر قبل ما يتوفى طبعا. مش ممكن قصي مش ممكن. ده حبيبي، ده والله حبايبي هما الاتنين. طبعا طبعا يا جماعة في شوي عنده حتة في قلبي كده. هو عنده حتة في قلبي. هي نفس الحتة عنده اكيد. دي كنت بعمل اعلان بتاع ماركي في ونزل الكليب بتاعه انجليش. كنا كتير قوي، كنا بنغني مع بعض وكان لذيذ قوي. الدنيا بتمطر يوميها. والله دخلنا جوه في Very الاخر. nice story. دي تصوير بتول. بتول شاطرة قوي. بتول عرفة؟ لا بتول بتول. الدعوي. اوكي وكان يوم الفيديو حلو كليب قوي. ده تيشيرت في شاي على فكرة. بجد انتوا لا تمام. لا هو دي كانت عند حد من صحابي في البيت. وبس عادي، يوم طبيعي. يوم من ايام. شكلي مختلف بيختلف. مختلفة. عايزة انا اقول لك ان شكلي انت الميك اب، لون شعري، لبسي بيختلف. بس يعني ممكن فعلا حد انت يشوفني امبارح يشوفني بكره، ما في بالظبط فرق. بالظبط لون بالظبط. الروج بالذات لا لو في مختلفة هنا. حلو حلو الاختلاف برضو، انا ان انت بحب تبقي ما بزهق قوي والله. يعني انا اهم حاجه انك التغيير تبقي وكده بيبقى متنوعة. ده مهم قوي ده 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 شيء جميل يعني. طبعا.